يقدرون يحتفلون ببعض مجتمعات باقي الكبار والمسكين. اليوم قلنا نبي نحلق في حلاق باب سكوبر. أعطونا تحذير بسيط إنه ممنوع التصوير وتنفس الصعداء. إنك تطلع من هذه الأماكن والحواري قبل غروب الشمس. أحد أهم الحاجات اللي سواها إنه التفت إلى الشعب، والشعب في ذاك الوقت كان منسي جدا من الحكومة الكولومبية. فاختار حي المخلفات. في المنطقة هذه كانت تقام مخلفات للمدينة ميديجين وترمى في هذه المنطقة، وكان يسكن فيها أحياء، كان يسكن فيها ناس فقراء جدا بدون أي وسيلة لوسائل الحياة. يعني صلح أكثر من 1800 وحدة سكنية في كولومبيا في المنطقة هذه. لما صلحها وفرها من المفتاح إلى الأثاث، كل شيء فيها. فبذلك استوعبت هذه الفلل أعداد كبيرة جدا من الناس سكنوا هنا. بالحركة هذه هو كسب ولاء شعبي، وصارت أكثر المدن وأكثر الأحياء تنتظر باب إسكوبار يزورها علشان يقدم لها خدمات السكن والمعيشة والحياة الجميلة. في هذه المنصة اللي تشوفونها، هذه خلوها تخليدا لباب إسكوبار، فصاروا يرسمون كل شيء يتعلق باب إسكوبار في المنطقة هذه. ولا خلنا نروح نسألهم هل هم من عشاق بابلو إسكوبار ولا لا؟ تو جوست بابلو إسكوبار؟ سي. ها؟ Que si te gusta Pablo Escobar. Uno pues que por él tenemos la casita. Sí, sí, porque por él tiene la casa. تقول نحبه ونموت فيه لأنه هو اللي أعطانا بيوت وضبط حياتنا. تقول هذه بيوتنا. تقول أتحدى أحد في كولومبيا يسكنها. هذا بعثاثها وكنبها وبأمورها. وتقول هذا المطبخ. تقول يا فضحي فضحة منك ما نظفنا المطبخ. أوكي بوينو استبين. هذه غرفة نوم ثانية صغيرة بس إنها مأدية الغرض. تقول هذا شاي ابن اصوره ما عليك منه. تقول داني مو راقد. تقول ان الاجواء عندنا الان موتشو كالور او نو. تقول ما عندنا مكيفات لان اجواءنا دائما معتدله. وهذا هو مكان غسيل الملابس، وهنا دور ترميم. تقول كنا هنا ناكل القمامة وعايشين فيها إلين جانا بابلو إسكوبار طلعنا منها. لا يزال يحتفلون ببعض مقتنيات بابلو إسكوبار ومسدسات الواقع. في هذه المنطقة يتم التداول وبيع الحشيش والمخدرات. المخدرات حتى لو ماتوا إسكوبار فإنهم يستخدمون هذه التيشيرتات وهذه الرسومات ليحيون ذكرى باب إسكوبار. في هذه المنطقة يتم تداول وبيع الماريجوانا والكوكايين والمخدرات في أحياء عشوائية في كولومبيا. هي غير نظامية في كولومبيا ولكن أصبحت شبه نظامية في هذه الأحياء، إنه الشرطة لا يمكن أن توصل هنا. فعلى سبيل المثال في هذه المنطقة هنا هذا الدرج، هذا الولد اللي قبل شوي المسؤول هو مسؤول عن الدرج هذا. هذا الدرج هو مخصص للقوة، فهو يبيع على الأهالي هناك ويبيع على الزوار هذا الحي جدا. لذلك تنشط كولومبيا بالمخدرات في عهد بابلو إسكوبار أو حتى بعد وفاته. في كل زاوية هنا تجد إسكوبار الحاضر الغائب، يمجدونه حتى في الرسم الجرافيتي. اليوم قلنا نبي نحلق في حلاق بابلو إسكوبار. في هذا الحلاق زي ما تشوفون يخلدون ذكرى بابلو إسكوبار في كل مكان، في كل زاوية، في السوفينيرز، في الهدايا، في كل شيء. منه بسببين، السبب الأول الحكومة، لإغاثة الحكومة، والسبب الثاني كرد جميل لبابلو إسكوبار الذي أنقذهم من الحياة السيئة اللي كانوا يعيشون فيها.
أهم شيء لك كسائح أنك تطلع من هذه الأماكن والحواري قبل غروب الشمس. ونختم مع الجملة الشهيرة: على يميني مارد اسمه الفقر، وعلى يساري مارد اسمه الاستبداد. في حي بابلوس كبار حتى لو بنى لهم الحي ونقلهم من أماكن القذارة في بيوت، إلا أنهم ما زالوا يعيشون في قذارة المخدرات التي خلفها بابلوس كبار، وأصبحوا اليوم يعيشون تحت هذه الثقافة ويرسمون كبطل قومي لهم. أهل ميديجين يحبون بابلوس كبار، وأهل بوغوتا يكرهونه. الآن حنا في حي اسمه حي مرافية. هذا الحي كان مكب للنفايات قبل 40 سنة، وكانت الناس هنا تعيش وسط النفايات، بل تفتش النفايات وتنقب عن المخلفات اللي ممكن يعيدون تدويرها في الأكل في الشرب وإلى غيره. فلما زارهم أسكبار هنا أمر بإغلاق المنطقة وانتشال أهلها من هذه المنطقة وبناء بيوت لهم في حي بابلوس كبار اللي صورناه قبل فترة. فأصبحت هذه المنطقة خالية جدا. بعد ما سكن بابلوس كبار الناس في الحي الجديد، جاك ناس ثانيين وعمروا المنطقة هذه حقة النفايات وسكنوا فيها من جديد، فأصبحت حي النفايات الجديد. خرجنا من حي مرابية، ما قدرنا حتى ننزل من السيارة أو نصور، فقط السائق التاكسي يعرف بعض افراد الحي اللي اعطوه الامان انه خذ راحتك ولف وكذا، ولكن اعطونا تحذير بسيط انه ممنوع التصوير في الحي او انك ممنوع تمشي داخل الحي وتصور، لان بينهم وبين عصابات اخرى من احياء كثيره مشاكل، فهم ما يعتقدونك سائح، ممكن انك سائح تنقل معلومات الى عصابات اخرى. سينيور نونغا توريستا ان مورابيا. بريميرو يقول على شغلي بالسياحة تقريبا 7 سنوات، انت اول سائح انا ادخله في مورابيا. بالمعلومية ترى لنا اسبوع تقريبا هو يجي اتصالاته مع بعض الناس عشان يسمح لنا ندخل نصور. واليوم ننطلق للحي الاخر، حي يسمى باريو انتوكيا في ميديجين. الحي هذا مشهور من اخطر الاحياء في امريكا، والتصوير فيه ممنوع لأنهم يعني فيه كل الأمور اللي فيه غير نظامية، فيرحبون بالسواح ولكن لا تلقط الكاميرا. ممنوع التصوير فيه، لكن واحد قالنا لكم طريقة معينة، حطوا الكاميرا في مكان معين وحاولوا تصورون. لذلك نحط الكاميرا على الطبلون هنا تشوفون، والقماش هذا ماخذينه، وبنضبط الشغل إن شاء الله، نحاول ناخذ لقطات بسيطة. ما نقدر نكمل أكثر من كذا لأنه ممنوع، وواضح أنه في ناس في الزوايا هم يرحبون بالسواح، ولكن في كل زاوية عصابة موجودة يقولك لا تصور، لأنهم يفكرون أنك أنت من البوليس. الآن بدنا نطلع الوضع سليم جدا. استبين الآن بدنا وتنفس الصعداء. الحي ممكن تمشي فيه وتشوف كل شيء، ولكن ممنوع أنك تصور، وممنوع تطلع كاميرتك سواء جوال أو غيره، لأنهم يفكرونك من الباحث أو إلى آخره. لكن حي خطير جدا، ولا انصح بزيارته لانه ما جينا الا بعد 4 ايام من التنسيق. مخاطر. ندخل الان حي 13. وش هو حي 13 هذا؟ مدينه ميديجين الكولومبيه مقسمه الى 16 حي بالارقام، وهذا حي رقم 13. هذا الحي كان اخطر حي في امريكا اللاتينيه وكولومبيا. لما أسقطت الحكومة إسكوبار وعصابة كالي، جت دور على أنها تنظف هذا الحي، لأنه الحي هذا فيه إسكوبار صغير، فيه عصابات صغيرة ممكن بكرة تطلع بشيء جديد ويطلع لهم إسكوبار ثاني. فقامت الحكومة بشيئين: السبب الأول تنظيفها من المخدرات ومن العصابات، وأنها تتفادى عنف قادم. الشيء الثاني تبي تدخل الخدمات للناس هنا. استطاعت الحكومة أن تحاصر هذا الحي في عام 2002. هذا الحصار استغرق تقريبا أسبوع كامل، سقط فيها العديد من الضحايا، ما يقارب 100 شخص ما بين العسكريين وبين المدنيين الضحايا. أما الإصابات فهربوا إلى أعالي الجبال، فاستطاعت الحكومة أن تطوق هذه المنطقة كاملة وتنظفها بالكامل. استغرق تنظيف هذه المنطقة من الإصابات ومن المجرمين
ست سنوات في عام 2006 قبضت الحكومة سيطرتها بشكل تام جدا على هذا الحي بمساعدة الأهالي، لأنه الأهالي خلاص يعني صار يأسوا من الحياة هنا لمدة 3 عقود وهم يعانون من العصابات. إيش اللي حصل؟ استطاعوا الأهالي الآن أن يساهموا في نهضة المجتمع وفي نهضة حيهم، فصار هذا الحي أفضل حي وأكثر حي يزورونه السواح من جميع دول العالم زي ما تشوفون. طبعا هذا هو، احنا دخلنا الآن في هذا المحل، أشهر محل ممكن تحصل فيه آيس كريم في كومونا تريسا في حي 13، بل أنه جميل جدا كله زي ما تشوفون رسومات وكذا. تشوفون قدامهم الدوار، هذا هو الدوار الوحيد اللي ممكن تصل السيارات والدبابات فقط. فذلك كنت تتخيل ان الحي هذا كله كامل تشوف يمينك ويسارك ما يدخله احد اللي عن طريق الدرج المتعرج وسراديب كذا الواحد يضيع فيها. الحكومه كانت ناويه تتوغل هنا على اساس تحط منطقه رئيسيه حلوه للسواح، تحط منطقه رئيسيه فيها محطه مواصلات علشان تسوي شبكه للنقل للمدينه هذه كامله. طيب شلون شبكة مواصلات؟ يجيبون قطار، يجيبون باص، يجيبون لا، شبكة قطارات شبكة مواصلات هنا ولكن بالطريقة هذه. أنا ماني داخل مول ترى، هذه المصاعد الكهربائية تخترق الأحياء إلى أعلى قمة الجبل. لا تفوت عندهم هذه يسمونها فطيرة بالبنان، فطيرة بالموز، يقلونها قلي يحطون معها هذا الفورم. أيوة السلام عليك. أبد كنا سلطة حارة بسمبوسة. وهذه علامة الحرية لهذا الحي الذي كان مشؤوما. شفت كيف؟ هذا هو كومون 13. جماعة والله ما يكفي يوم. شوفوا شوفوا هناك السواح كيف. شفتهم هنا كيف؟ هنا زيارة الرئيس بيل كلينتون لهم في هذا الحي. زي ما شفتوا معنا انه الرسومات هنا فن الجرافيتي يعبر عن امور كثيرة. هذه اليد تمثل سطوة الحكومة على الحي. شوف الحي هذا كومون 13، الرقم هذا 16/10/2002 تاريخ التدخل، والإخوان هذه 13 اللي هو اسم الحي. هذه الطيور تمثل الهليكوبتر، عدد طائرات 2 هليكوبتر تدخلت في الحي وساعدت عملية التدخل العسكري من الحكومة والجيش لتنظيف هذا الحي اللي شفتوا أنتم الآن كيف أصبح مزار سياحي مهم وتشوف الناس يمين ويسار. تنتهي نيويورك جولتنا بتغطية الحياة العشوائية سواء السيء فيها أو الزين فيها. احنا نفس الوثائقيات، احنا ندرس كل شيء وأعيد وأكرر. تعالوا هنا لا تروحوا للأحياء الثانية لأنها خطرة، أما الحي هذا يستاهل. شكرا لكم، أتمنى أنكم استمتعتوا معنا. نختم حلقتنا هنا ولا تنسون اشتركوا في قناتنا ولايك وسبسكرايب وارسلوا الكل للناس، وعندنا الحلقة الجاية في تغطية مثيرة في كل مكان.